تداخلوا محتاجين على ردود حكومية. فيعني أنت اليوم إذا تحتاج أقوى أداء عندك لو الاستجواب تحتاج 27 صوت معالي الرئيس. اليوم 27 اليوم خلي يطرحون في أي ملف من الملفات الموجودة ويصوتون عليه ويستخدمون الأداة اللي موجودة في النظام والقانون، بدل ما احنا اليوم قاعدين نفتر. خلني أكمل. أرجوك يا حمد، أرجوك. ما عليه. خلاص حمد، نظام رجعان. تفضل أخوي علي إسحاقي، تفضل. إيه قاعد مكان. استريح بوي. روح يا عمي. خلاص أخي حمد. اقبض الباب يبا. روح. أدو أنا. روح يا عمي. يحتاج صور يا ابو عماد، يحتاج الصور هو. تفضل اخوي علي اليوم لانه ما حصل اكشن حق اليوم الفيديو، فقاعد يدور له شيء اليوم. خليك في الموضوع، على خليك نصور له شو بنعطيه ان شاء الله الفيديو. خليك في الموضوع، تفضل. فمعالي الرئيس، اليوم عندنا الطلبات واضحه والامور